اتمنى طبعا ان كل ده ما يحصلش. انا نفسي ان النادي الاهلي يكسب، كلنا نفسنا ان النادي الاهلي يكسب، كلنا عايزين نفرح، عايزين نتبسط ان شاء الله يوم السبت القادم، هو ده اللي احنا عايزينه. مين هيلعب، مين مش هيلعب، هيضغط ازاي، هيلعب ازاي؟ يا جماعه احنا اتعودنا من جمهور النادي الاهلي الوعي الكامل للي بيحصل، الوعي الكامل. حضراتكم انا شخصيا تعلمت، وكل الاجيال السابقه من 1907 وحتى الان تعلمت من جمهور النادي الاهلي الروح، وروح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء دي حاجه مختلفه عن اي حاجه، حاجه مختلفه عن اي حاجه. الناس تقعد تتريق وتقول لك ايه روح الفانيلا الحمراء اللي انتوا بتقولوا عليها، ايه مش عارف ايه. لا معلش، محدش لبس الفانيلا الحمراء، ها، او محدش ما لبس الفانيلا الحمراء ما يعرفش يتكلم عنها. صدقوني محدش يعرف يتكلم عن الفانيلا الحمراء الا لو لبسها. فعشان كده انا بقول لكم، هي احنا عندنا معتقدات كده في دماغنا كاهلاويه هي اللي دايما بتودينا للمراكز الاولى، ما بتخليناش نفكر في التاني والوصيف والتالت والرابع، بتخلينا نفكر دايما في المكسب. هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا دايما بنفكر فيه كاهلاويه. تعلمنا كل ده منين؟ من جمهور النادي الاهلي، من حضرتك وانت قاعد بتتفرج، حضرتك وانت قاعد بتتفرج على فريقك او على قناتك. انا عارف ان انت بتبقى قاعد متحمس زيك زي اللعيبه، انا عارف. انا بشوف ناس اهلاويه بيتفرجوا على قناه النادي الاهلي بيبقوا عاملين ازاي، بشوف ناس اهلاويه بتموت نفسها، بتموت نفسها من الزعل. يعني لو لا قدر الله النادي الاهلي دخل فيه جون، مش هقول لك حاجه تانية، دخل فيه جون بس. فعشان كده احنا ظهرنا هو جمهورنا، ظهرنا هو جمهورنا في التشجيع والمسانده والدعم، الدعم اللامتناهي والدعم الغير محدود اللي حضراتكم عاملينه لنا، عاملينه لعيبه النادي الاهلي، حاجه تخليني انا النهارده داخل فخور جدا بجمهور النادي الاهلي. الحملات اللي معموله امبارح، كنا قاعدين بنتكلم عن الترندات على تويتر، الترندات على تويتر كلها اهلي امبارح، هم 20 مثلا منهم 8 ولا 9 اهلي امبارح. النهارده نفس الكلام، بكره وبعده وبعده نفس الكلام. خدوا بال حضراتكم، اللعيبه بتخش تبص تشوف جمهور النادي الاهلي فين. انتوا يعني عارفين كويس جدا ان انتوا في ظهرهم، بس بيخشوا يشوفوا وبيعرفوا، لان دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي بتخليني اعرف كلاعب يعني الجمهور بيعمل معايا ايه. فجمهور النادي الاهلي دايما واقف ورا فريقه في كل حاجه بيعملها اللعيبه في الملعب، الجمهور، عشان خاطر الجمهور. فالحقيقه اتمنى ان تظل او يظل الدعم والمسانده النهارده وبكره وبعده ان شاء الله لغايه يوم السبت. لاعبين عارفين قد ايه انتوا بتحبوهم، وعارفين قد ايه انتوا واقفين وراهم، ونفسهم يعملوا حاجه يوم السبت القادم.